صباح الخير. اللي بيتكلم معاكم استاذ دكتور اشرف الهمشري، استاذ ورئيس قسم الانف والاذن والحنجره في كليه الطب جامعه بنها. احب اتكلم يعني كلام مبسط في هذا المحفل العلمي الجميل على الجيوب الانفيه، وهي المرض الاكثر شيوعا في المصريين، وطبعا هو اكثر شيوعا عشان التعرض للغبار والعوايد السيئه من السجاير والشيشه والحاجات دي. الحاجات دي كلها بتعمل ضمور الى حد كبير في الغشاء المخاطي للجيوب الانفيه، وبيبان المريض في صوره صداع وافراز من الانف كتير، وممكن يكون افراز من الانف نازل للفم، والم في الوش. وطبعا ده بيتعارض مع النشاط بتاع المواطن او المريض، وبيبقى ممكن يكون واخد كفايته من النوم بس صاحي الصبح تعبان وهمدان من الافراز اللي بينزل ومن القفله بتاعته، ومتضايقه كمان بالليل وهو نايم. هنتكلم عن النصايح العامه. اول حاجه تجنب المهيج، وهو الاتربه، الدخان، الغبره، العفره، البخور، العطور، الحاجات دي كلها عوايد سيئه يا ريت نتجنبها. اللي بيشربوا السجاير طبعا ده مش كويسه، الشيشه، الحاجات دي كلها مدمره للجيوب الانفيه. وبعد كده هنخش في العلاج الطبي اللي هو بيشمل مضاد حيوي، ومش اي مضاد حيوي طبعا بينفع، الحاجات اللي هي تمشي مع الجيوب الانفيه، والمذيبات للمخاط، وبخات للانف اللي بتشمل فيها نسبه كورتيزون، ما بيخش الدم مفيش منه مشاكل خالص. لو فشلت هذه المحاولات كلها، انا بنصح المواطن العادي يعني خالص ان هو يروح لدكتور انف واذن، هيعمل له اشعه ويشوف ايه السبب ان العلاج ما بيجيبش نتيجه، وممكن يلزم اجراء جراحه. وجراحات الانف دلوقتي بقت جراحات بسيطه وبتجيب نتائج مبهره. وطبعا دوام الصحه والعافيه لكم جميعا يعني. شكرا جزيلا.